احكي لي كده اشتغلت كام وظيفه واشتغلت ايه؟ لا اشتغلت حاجات كتير قوي. ممكن اقول لك انا خدت كام في الاول. كنت باخد 2 جنيه اول وظيفه اشتغلتها. بشتغل في محل عادي, وقطاع المحلات ده اشتغلت فيه فتره طويله قوي, 12 سنه و13 سنه و14 سنه, وفضلت فيه فتره كبيره. وبدات بعد كده ان انا اطور من نفسي وادور على شغل في شركات, وواحده بالثانيه يعني. برضو كان عندي دايما ايه الحمد لله الفيجن او الرؤيه ان انا اشتغلت في المكان ده اطور نفسي. بعد المكان ده خلاص قعدت فيه مثلا 6 شهور او سنه, السنه اللي بعدها اكون في مكان اعلى يديني خبره اكتر, يديني خبره مختلفه. فبدات اشتغل في شركات من وانا عندي مثلا ايه في ثالثه ثانوي, وكنت حتى بكذب على الشركه. هو في العادي ان الواحد بيشتغل في الشركات دي بعد ما بيتخرج بشهادته؟ ما هو انا ده الحاجه اللي انا ما كان يعني لما بروح اشتغل في اي مكان انا كنت ممكن اشتغل من غير فلوس عادي جدا. يعني انا لو عايز اشتغل في حاجه اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. يعني لو حد راح شركه النهارده قال له انا هشتغل من غير فلوس وهو شاطر, بعد اسبوع هيقولوا له خد فلوس. لكن الناس اصلا بتقول انا هاخد كام قبل ما يروح يشوف الوظيفه بالزبط. وهتعجبه ولا مش هتعجبه. ودي بالزبط. من المشاكل الكبيره جدا عندنا في وسط الشباب ان هو بيبقى متسرع جدا. انا هاخد كام, انت ممكن تستحق اكتر من الناس هتديهولك, بس بسبب سرعتك هي دي اللي بتخليك انك تقع. فحاول تجرب, وحاول ان انت ما توقفش, وحاول ان انت تبقى واثق في ربنا ان كل لما هتشتغل وكل ما هتجتهد ربنا هيكرمك جدا. وربنا قال لكل مجتهد نصيب, ومفيش حد بيشتغل وبيجتهد وربنا ما بيكافئوش. ده وعد ربنا لينا. لكن الناس لما بتبقى بتشكك في كده وان هم بيبقوا بيقولوا لا اصل انا بشتغل بس صاحب الشغل ما بيدينيش حقي, انت مش مشكله مش صاحب الشغل اللي هيديك حقك, ربنا هتلاقيه بيكرمك. واحساسك بالشغل على طول بيخليك دايما بتبقى انسان منتج, والانسان المنتج بيبقى عنده الانتاج والابداع, فده بيبقى انسان مختلف عن بقيه الناس اللي حواليه. انت كنت في ثانويه عامه, الطبيعي ان بيكون في مذاكره, بيكون في دروس, بيكون في اهتمام خصوصا بثانويه عامه علشان اجيب الدرجه اللي تاهلني للجامعه اللي انا عايزها. ده اول حاجه, دي اول مشكله بالنسبه لي طبعا. تاني مشكله ان انت بتقول انا كنت بشتغل من غير ما اخد مرتب. طب انت كنت في شرم الشيخ لوحدك, يعني مرتبك ده هو يعني اللي بيدعمك طبعًا. في الحياه طبعًا. انت كنت قاعد هناك لوحدك طبعا. فبرضو ازاي كنت قادر تواجه المشكلتين احنا دول؟ خليني برضه اكون صريح معاكي, ما انا مش هشتغل طول حياتي من غير فلوس. انا بشتغل من غير فلوس لفتره صغيره لان انا واثق ان انا لو رحت المكان هبان وهظهر من شغلي. فبعد اسبوع مفيش حد في الدنيا هيشغل حد من غير فلوس, او حد هيرضى يشتغل من غير فلوس. بس انا قصدي ان انا اقبالي على الشغل, انا مثلا عايز اشتغل معاكي فبقول لك هشتغل معاكي لمده اسبوع من غير فلوس, بس انا واثق من نفسي ان انت هتبقي مبسوطه قوي. فتيجي بعد اسبوع تقولي لا بالعكس احمد انا هديلك مرتب. فهو ده اللي كان بيحصل. وكان عندي دايما حته ان انا كل شويه عايز اروح الحته اللي بعدها. فاشتغلت مثلا في محل, فعايز اروح محل اكبر, شركه في مجال الاي تي, اروح مغيرها في مجال تاني. انا كنت بحب السيلز جدا وانا صغير, دايما بسمع من الناس. يعني بحب دايما اسال الناس الكبيره اللي عندها خبره, انت شايف ايه احسن حاجه دلوقتي انا ممكن اعملها. وكنت عندي حاجه ما بحبش ابص تحت رجلي. يعني ايه؟ يعني بصش على النهارده هيحصل ايه, بص بعد سنه هيحصل ايه, بص بعد سنتين, بص بعد 5 سنين. ودي الفيجن او الرؤيه اللي بتفرق بني ادم عن بني ادم تاني. في ناس بتبدا مشروع ويجي اول يوم يبقى متخيل ان هو النهارده هيفتح المشروع هيكسب منه. خليك عندك صبر, خليك عندك يعني شغف بالحاجه اللي بتحبها, عشان الفلوس كده كده هتيجي. بس وانس ان انت ركزت في شغلك وشلت من دماغك الفلوس هتعرف تبدع. مفيش حد بيعرف يبدع بيفكر في فلوس. يعني اي حد في الدنيا حتى لو هو ممثل, حتى لو هو راجل كرييتيف دايركتور بتاع براند, او هو المؤسس او الديزاينر او المصمم للبراند, لو قعد طول النهار يفكر في الفلوس والدخل عمره ما هيبدع. أكيد. لازم تشيل الحته دي من دماغك وتركز في شغلك. مفيش حد برضه هيشتغل ويفضل شغال طول حياته من غير عائد. الفلوس بتيجي بعد الشغل, ولكن طول ما انا بصحى من النوم بتوكل على ربنا وبشتغل وبجرب مره واثنين وثلاثه, وقعت وفشلت اقوم تاني. ولازم ابقى عندي ايمان اول ما بقع بعد ما افشل انا ربنا بيكرمني في الاول ما بقوم. كونك انك تبقى صاحي من النوم الصبح ومصدق اللي انت عندك الحاجات دي كلها, ده اصلا 90% من النجاح و90% من ان ربنا يكرمك. ان انا ابقى نازل ومصدق مش بقول واثق إيه. من نفسي. انا شاغل راح اشتغل في الشركه دي, الله اعلم هيحصل ايه. انا متاكد ان انا هشتغل وهكسر الدنيا وهم هيكلموني لو قلت لهم انا عايز امشي. ليه؟ عشان بشتغل. مفيش حد في الدنيا يروح يشتغل في شركه بيشتغل كويس جدا ويقولوا له مع السلامه.